لفترة طويلة جدا كان معروف ان اي شخص مصري عليه قضايا سياسية يقدر يوصل لتركيا، هو خلاص بقى في امان من اي ملاحقة من اي نوع. وكنا عارفين الوضع المعقد للعلاقة بين الدولتين اللي ما زال حتى الان معقد. وده اللي خلى خبر قبض السلطات التركية على الفنان هشام عبد الله غريب وغير مسبوق. الشرطة التركية قبضت عليه من بيته من 3 ايام بناء على طلب من الانتربول الدولي. وحتى الآن هو لسه محتجز ومفيش أي توضيح رسمي من أي جهة هل هيتم ترحيله لمصر ولا لا، علما بأنه صدر عليه في نوفمبر 2016 حكم غيابي بالسجن 3 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة وتجدير السلم العام وتهم أخرى. بينضم إلينا للحديث بهذا الشأن ينضم إلينا من اسطنبول محمد طلبة رضوان، شاعر وكاتب صحفي. أهلا بيك معايا أستاذ محمد. وفي البداية كده احكي لنا إيه اللي حصل، لأن في معلومات كتيرة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي احنا مش قادرين نوصل إيه اللي حصل تحديدا. هل تم القبض عليه من 3 أيام؟ هل تم القبض عليه بالفعل من بيته ولا القصة جانب آخر خالص احنا ما نعرفوش؟ والله المقدمة اللطيفة اللي حضرتك عملتيها هو ده اللي حصل بالظبط. أنا الحقيقة مستغرب زيك من كل اللي بقراه على السوشيال ميديا، حاجة في منتهى العجب يعني. والغريب إنه أحيانا كمان ناس عايشين معانا في اسطنبول بيتورطوا في روايات عجيبة جدا. أول أمس الأستاذ هشام عبد الله، الشرطة التركية كانت موجودة في بيته، وهو كان موجود جوه بيته، لا في محيط منزله زي ما قالت بعض الجرائد المصرية، ولا في الشارع ولا حاجة خالص. والناس سألوا على الاسم، قال هشام عبد الله، بدأوا يتأكدوا من منطوق الاسم بشكل صحيح من لسانه هو، فتحوا السبيكر وكلموا يعني حد تاني موجود في الاسم، هشام عبد الله هو ده الاسم المقصود، أيوة طب قول الاسم بالكامل، قال الاسم بالكامل، تأكدوا تماما يعني. وبعدين طلبوا منه انه يكون انه يجي معهم يعني الاسم، لانه في اجراءات ما يجب ان تتخذ. الحقيقه المعامله كانت يعني محترمه جدا جدا، ما كانش في اي اساءه، والى الان ما فيش اي اساءه من الشرطه التركيه لهشام، لكن واضح انهم يعني بينفذوا تعليمات. لما رحنا الاسم، هشام اتاخد الساعه 1 الظهر، لما رحنا عرفنا منهم معلومه انه هشام مطلوب من الانتربول، وقالوا انه في كود. انا الحقيقه ما كنتش فاهم الموضوع ده خالص، او يعني ما سبقليش التعامل بالمستوى ده مع حاجه زي دي يعني. كود 87 ده المفروض انه كود بيتكود بيه الارهابيين، الارهاب الدولي، داعش، حاجه كده يعني. فبدانا نشرح للناس ان ده راجل فنان وممثل واعلامي، وكل المساله ان هو معارض للنظام السيسي، ففي قضايا بتلفق بسبب موقفه المعارض من النظام يعني. الناس تفهموا، لكن كمان كان عندهم اجراءاتهم وكان عندهم تعليماتهم فكانوا بينفذوا. هشام موجود لغايه دلوقتي، ما فيش حاجه اتغيرت من 48 ساعه او اكتر. كل اللي نعرفه انه وده اتقال لنا برضه هناك، انه مش يعني مصر تحديدا ما بتقدرش تعمل ده دلوقتي، لانه الانتربول ما بياخدش اي بلاغ من الاداره المصريه على محمل الجد. ما فيش مؤسسه محترمه في العالم بتتعامل مع الاداره المصريه دلوقتي على محمل الجد. فمصر او يعني مش مصر، مصر اكبر من كده بكتير. الدوله المصريه، دوله السيسي، بتلجا لبلد زي الامارات او بلد صديقه زي اسرائيل عشان تعمل الديرتي وورك ده بالنيابه عن الدوله المصريه، بتلجا لدوله اكثر احتراما شويه بالنسبه للعالم يعني. في ترحيل ولا ما فيش؟ لغايه دلوقتي كل اللي بيتقال لنا لا، ما فيش حاجه اسمها ان هشام يترحل. خليني بس ارجع يعني في نقطتين مهمين انت ذكرتهم يا محمد. خليني اسالك اولا، هل انت تقصد ان مش مصر اللي قدمت البلاغ للانتربول، مش مصر اللي بتطالب بعوده هشام عبد الله، وان لا مصر صاحبه البلاغ، مصر صاحبه البلاغ بس عن طريق وسيط، لانه المعلومه اللي عرفناها لغايه دلوقتي عن طريق المحامين اللي بيشتغلوا في الموضوع ان مصر ما بقاش يقبل منها مثل هكذا بلاغات، لانه تقريبا مبلغين عن نص البلد يعني. فاكيد الانتربول مش هيمشي ورا كل دول. وبالنسبه للكلام اللي احنا سمعناه ان هو الموضوع متعلق بالباسبور، هو الباسبور بتاعه انتهى، السلطات المصريه رفضت ان هي تجدد الباسبور، فهو ما قدرش يجدد الاقامه والى اخره من التفاصيل دي. هل التفاصيل دي حقيقيه؟ لا، هو الحقيقه
لا لا لا، في كلام عجيب جدا جدا بيتقال في القصة دي. هشام طبعا عنده مشكلة في الباسبور بتاعه زي عشرات المصريين المعارضين اللي بره، اللي الدولة بتتعامل معاهم على اعتبار انه بما انك معارض للرئيس تبقى خاين للبلد. للأسف الشديد يعني ما بقاش في دولة بالمعنى الحقيقي، سيسي بقى اكبر من الدولة المصرية، الدولة المصرية بقت هي اللي بتشتغل عنده. فبما انه معارض اذا مش من حقه يبقى عنده باسبور من الدولة اللي بيحمل جنسيتها قبل السيسي ما يجي وقبل السيسي ما يبقى له أي وجود. بس ده ملوش أي علاقة بالإقامة، لأنه إقامة هشام عبد الله في نوع هنا من الإقامات اسمه الإقامة الإنسانية، أنت مش محتاج خالص يكون يعني عندك باسبور أو يعني عندك أي شيء، بتتعمل وهشام ورقه سليم تماما، إقامته سليمة تماما، ما في القبض عليه ما كانش له اي علاقه باقامته على الاطلاق، ما فيش حاجه اسمها هشام متحفظ عليه مش مقبوض عليه. الحقيقه ده نوع من المياعه في التوصيف كده، التوصيف القانوني الحقيقي للي حاصل، انه هشام مقبوض عليه، هشام في الحجز، هشام محبوس، هشام جوه تخشيبه زي ما بنقول في مصر كده، فهشام طبعا مقبوض عليه لكن مش بسبب الاقامه. وما فيش حد هنا بيخش السجن عشان اقامته ما تجددتش، يعني بيبقى فيه اجراءات تانيه، لكن ما بياخدوش حد من بيته ويقولوا له الانتربول عاوزك عشان ما جددتش اقامته. الحقيقه ده عبث، دي نكت يعني، ومش عارف ازاي يعني في ناس بتكتبها، المفروض انهم على قدر من المسؤوليه، فكل الكلام ده مش حقيقي طبعا. طب وهل تواصلتوا مع اي جهه سياسيه او حكوميه في تركيا؟ هل يعني حضرتك بتقول ان هو تم ابلاغهم ان هو مش هيكون فيه ترحيل، طب ايه اللي هيكون بالظبط؟ هو الحقيقة طبعا في محامي، احنا اتكلمنا مع يعني بعض الشخصيات السياسية المصرية اللي هنا، مفترض اهله طبعا اللي اتكلموا مش انا يعني، انه يتحركوا علشان يبقى في اي تحرك سياسي. الى الان اللي انا شايفه لغاية ساعتين فاتوا انا كنت مع هشام، مفيش اي تحرك، مفيش اي جديد بيحصل في موضوع هشام، مفيش اي شيء واضح او فعال اكتر من الزيارات العاديه والاطمئنان ويعني الكلام اللطيف اللي بيتقال في الزيارات اللي من النوع ده. والحقيقه يعني الناس في قسم الشرطه بيتعاملوا مع هشام معامله تليق يعني باسمه، هم تفهموا تماما انه راجل اعلامي وفنان، فلما بيكون في اي زياره بيبقى في معامله يعني لطيفه جدا جدا، لكن تحركات سياسيه بالمعنى الجاد لا، ما فيش اي حاجه حصلت خالص، في كلام بس. ولذلك شويه الموضوع بدأ يبقى ليه ما مقلق، فيش يا لانه محمد حاجه احنا اول حصلت يوم اتقال خالص؟ لنا اول ما الاقي حد عمل حاجه هتصور معاه سيلفي وابعت لك الصوره. انا الحقيقه مش عارف. انا الحقيقه النهارده يعني كنت حتى بتكلم مع هشام وكان منفعل جدا من القصه ديت، بس يعني اعتقد ان هو ده الحجم الحقيقي لاي شبكه علاقات سياسيه ممكن يعملها سياسيين بالمستوى بتاع السياسيين المصريين سواء جوه مصر او براها. يعني الثوره لم تفشل من فراغ، احنا ما عندناش سياسيين بالمعنى الحقيقي، لكن على كل الاحوال احنا بنحاول، في محامي بيحاول، الحقيقه الراجل جهوده مشكوره جدا جدا. هشام يعني حالته اعتقد انها كويسه جدا، مش حاسس يعني بالعكس لما اتكلمت معاه قال لي انا حاسس اني افضل حالا بكتير من اللي مسجونين في مصر، لو كان مسجون في مصر يمكن ما كناش عرفنا لا نوصل له ولا نشوفه ولا نعرف حتى هو فين، انما على الاقل احنا دلوقتي عارفين هو فين ونقدر نتواصل معاه وبنقدر نقعده مع المحامي. يعني في محاولات من اهله ومن اصدقائه، لكن محاولات سياسيه لم يحدث بعد، اتمنى انه يحدث. يعني اتمنى ان اي حد في الدنيا يخيب ظننا ويتحرك بشكل جاد وبشكل محترم. امال مين اللي محمد قال لكم ان ما فيش ترحيل وان مش هيحصل ترحيل لمصر؟ المعلومه دي وصلتكم منين؟ اللي قال لنا كده المحامي اللي شغال في القصه الاستاذ عادل راشد، لانه واجهته المساله دي قبل كده مع شخص اخر وان كان مش اعلامي، هشام اول اعلامي مصري يحدث معاه الكلام دوت هنا، او الاعلامي يتهدد في امانه الحقيقي من ساعه ما جينا تركيا، مفيش اي حد تعرض لاي حاجه تتعلق بامانه من ساعه ما جينا على الاطلاق. طب ما ده في حد ذاته، ده في حد ذاته اسمح لي استاذ محمد يعني سؤال مهم جدا، يعني في سياسيين كتير معارضين كتير موجودين في تركيا مطلوبين على قائمه الانتربول المصري، ومصر بتطالب بعودتهم، ومصر يعني وعندهم قضايا، يعني على الاقل استاذ هشام القضيه بتاعته واخد فيها 3 سنين حكم، وقضيه تجدير السلم العام واذاعه اخبار كاذبه والى اخره، لا في عليهم احكام اصعب من كده بكتير واكبر من كده بكتير، وموجودين في تركيا ولا احد يحدد يعني امانهم وسلمهم، ما سمعناش ان تم احتجازهم من قبل السلطات التركيه ولا ان في محاوله حتى لتسليمهم لمصر، فليه استاذ هشام؟
هو الحقيقة أنا يعني ده سؤال المفروض يجاوب عليه حد من الأمن، هم ليه مستهدفين هشام بالذات؟ لكن أنا من 3 شهور فاتت أتذكر إنه كان دار حوار حوالين إعلام اسطنبول بشكل عام، وقلت إنه هشام عبد الله هو الصوت الوحيد في الـ3 شاشات اللي بيتكلم مع الناس، مش مع فصيل بعينه من الناس. الصوت الوحيد اللي بيتكلم مع المصريين البسطاء الطبيعيين اللي ممكن تقعد قصاده كل افراد الاسره ويسمعوه فيحسوا انه بيتكلم ليهم كلهم. الحقيقه كمان انه هشام نوع مختلف شويه من الاعلاميين، لانه هو ببساطه مش اعلامي، هو فنان، فبيتعامل مع القضيه كلها بحس الفنان وبيتكلم من قلبه جدا جدا، حتى احيانا لما كنا نقول بعض الملاحظات المهنيه او يعني هنا كان المفروض تقول الخبر بالطريقه الفلانيه او كده، هو ما كانش بيكترث لده، لانه اللي يهمه انه المشاهد يبقى فاهمه ويأثر فيه. والنوع ده من الاعلاميين زي ما يعني اكيد حضرتك عارفه المصريين بيحبوه جدا جدا، المصريين بيتعلقوا اكتر باللي بيكلمهم من قلبه، يمكن حتى اكتر من الاساتذه الكبار المهنيين اللي ممكن نكون بنكن ليهم كل تقدير وكل احترام، بس التاثير بيبقى مختلف. فانا فيما يتعلق بسؤال التاثير اعتقد ان هشام وصل لشرائح كتير غير الشرائح اللي بتتفرج على القنوات دي، وبالتاكيد ده يقلق النظام المصري. هل هو ده السبب ولا في حاجه تانية؟ الله اعلم. انا بحاول اقرا معاكي صوره من زاويه شغلي، من زاويه احساسي بهشام ازاي ما اثر في الناس ورؤيتي ليه كمشاهد. يعني انت من وجهه نظرك يا محمد ان اللي خلى ده يحصل هو عمل هشام ووظيفته، وان هو موجود على شاشه بيكلم الناس، ما فيش اي اسباب اخرى؟ لان الحقيقه في مذيعين برضو يعني موجودين عندكم. لا 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 خالص، انا والناس بتشوفهم. انا وجهه نظري انه ده ممكن يكون احتمال قائم. لا لا، انا ما عنديش معلومه، يعني مش جوه الجهاز الامني اللي بيتعقبه، بس ده احتمال وارد وقائم انه هشام يعني شخص ممكن يكون استثنائي في مكانه، سواء من حيث السيطره عليه او من حيث مخاطبته لشرائح مختلفه عن الشرائح اللي بتتابع هذه القنوات. فمن الوارد انه يكون حصل تهديد ليه في امانه كنوع من يعني محاولات تحجيمه. لكن ايه بالظبط اللي حاصل؟ مين المسؤول بالظبط؟ المسؤول في مصر ولا هنا؟ المسؤول في مصر ولا في الامارات؟ يعني دي كلها معلومات اقدر اقول لك انها مش مؤكده وكلها تخرصات، وبنعتمد فيها على ان احنا بنتلقى سواء من البوليس التركي او من المحامي او من الناس اللي بتدينا نصايح، لان ليهم تجارب سابقه. لكن نعرف حاجه على وجه اليقين بكل اسف. طب محمد، ايه رايك ان الواقعه دي بتحصل بعد فتره بسيطه من احتجاز الدكتور محمد محسوب في ايطاليا؟ ايه دلاله ده في رايك؟ شوفي، هو من المعروف ان الاجهزه احيانا بتنشط في اوقات معينه واحيانا يعني بيبقى فيه فتور، فمن الواضح جدا جدا انه في دلوقتي تعقب لبعض الاسماء اللي هم شايفين ان عندهم مشكله حقيقيه معاهم، بس واضح كمان انه التعاقب ده يعني مش بغرض لا القبض عليهم ولا ترحيلهم، لاني اظن لو الغرض ده متوفر كانوا هيدفعوا ثمنه وهيحصلوه يعني، لكن الاكثر هو تهديدهم، محاولة إثنائهم على أنهم يتحركوا بشكل يعني في أمان، دكتور محسوب ما يسافرش، ما يتحركش، ما يبقاش له أي نشاطات، هشام لما يستقبل الشاشة ما يتكلمش بنفس الشجاعة وبنفس الجرأة اللي بيتكلم بيها مع الناس. يعني واضح أنه في محاولات للمضايقات الأمنية للناس ديت من غير ما تكون المحاولة مستهدفة بالضرورة ترحيلهم يعني. طبعا ده له دلالة خصوصا بعد وقعة الدكتور محسوب، وأتمنى أنه الخط ما يمتدش على استقامته، لأنه الرسالة ممكن تكون بقى أنه الجميع مهدد، الجميع نقدر في أي وقت نهدد أمانه، الجميع مش في أمان في تركيا، ممكن كل ده يكون وارد يعني. لكن الحقيقة لغاية دلوقتي الجزء المتعلق بالدولة التركية مخلينا إلى حد ما نشعر بالأمان، لأنه حتى وهو في محبسه بيلقى كل الرعاية وبنقدر نوصله بسهولة، والمسألة يعني مش مقلقة في الجانب ده، هي بس مقلقة في أنه ده حصل أصلا زي ما حضرتك قلتي في المقدمة كده. إحنا ما كانش في حساباتنا خالص أنه ممكن أي حد يتعرض لأي ملاحقة قانونية. طب هنا انت في وسط الكلام على اعتبارنا المفروض يعني سيبنا مصر ان يعني ان الاداء السياسي ما كانش على نفس المستوى او اللي انتوا كنتوا متوقعينه، ان هشام نفسه كان محبط، ان وقلت كمان ان ده يعني مستوى السياسه ومستوى المعارضه المتناسب مع حال النظام في الفتره الحاليه، ان الحقيقه الاثنين اضعف من بعض. لكن هل يعني ايه اللي شايف ان المفروض يحصل؟ ايه اللي انت متوقع ان هو المفروض يحصل؟
هو انا يعني كنت متوقع انه بما انه في سياسيين اذا في شبكه علاقات، وده طول الوقت بيتقال لنا بالمناسبه انه في شبكه علاقات بين السياسيين المصريين وبين السياسيين الاتراك باعتبارنا موجودين هنا، مش مجرد سائحين يعني ولا لاجئين ولا ناس قاعدين باقامتنا بس، ولكن كمان عندنا ظهير سياسي المفروض كده، ناس كانوا اعضاء في البرلمان، ناس كانوا وزراء، ناس كانوا مرشحين رئاسه، ناس كانوا بيحكموا دوله، فمن المفترض ان كل ده يترجم لعلاقات تسمح لهؤلاء الناس انه لما يحصل عندهم مشكله بسيطه زي دي يحصل حركه فوريه، ويحصل انه يتقال انه الراجل ده له ظهير سياسي هنا، وانه الراجل ده مش راجل عادي، وان الراجل ده اعلامي معارض، وان الراجل ده بيدفع ثمن كلمته بان هو في غربه، هو وزوجته واولاده واسرته، متغرب عن بيته ومتغرب عن شغلته اللي ما يقدرش يشتغلها غير في بلده، فالمفروض امام كل هذا يحظى ببعض الامان. الحقيقه كل ده امام ازمه هشام كان واضح جدا انه مش موجود، ما فيش ظهير سياسي، كما لو انه هشام شخص عادي جدا بيمر في الشارع اتاخد في كمين وبنحاول نلاقي له ضابط معرفه عشان يخرجه يعني. فاعتقد انه ما فيش اي قدر من التسييس لغايه دلوقتي يسمح بان انا اقول لك انه لا المساله امان 100%. لكن اقدر اقول لك انه لغايه دلوقتي ما فيش اي خطوات تقول انه في ترحيل، واتمنى انه ده يستمر، اتمنى انه بعد يوم او اتنين ما اطلعش معاك تاني واقول لك لا قدر الله في حاجه يعني ما كانتش محسوبه على الاطلاق. إن شاء الله هشام يطلع، إن شاء الله يقضي العيد في بيته، وإن شاء الله ما يكونش فيه أي حاجة مؤذية لينا كلنا، لأن هشام الحقيقة من الشخصيات النادرة التي تعني الكثير لكل من يعرفها يعني. بنشكرك، كنت معنا من اسطنبول محمد طول برادوان، شاعر وكاتب صحفي، شرفتنا. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقرتنا وحرية الفن والإبداع في مصر، تابعونا.